انا قبل ما اجي يعني انا بحب السولية وكابتن حسام عاشور جدا، يعني بحبهم بجد. يعني حتى انا في وقت ان محدش يعرفه ان انا كنت بتخانق مع ناس عشانهم طب بجد وانت والله. لاعب ولا انت مشجع؟ والاثنين كنت صح؟ بتخانق يعني انا قبل لا وانا لاعب كمان يعني الفترة تمام. اللي فاتت دي لما السولية جه النادي الاهلي وكابتن حسام عاشور طبعا حاجة كبيرة. يعني طبعا الواحد 12 دوري ما شاء الله بسم ربنا الله ما يحميه شاء الله. بصراحة يعني، وبعيد عن الاصابات بتمنى له التوفيق بجد يعني. انما انا هما الاثنين انا على المستوى الشخصي بحبهم جدا، هما شخصيات محترمه جدا وانا عارف ان هما بيحبوني يعني. حمدي، انت في بدايتك حصل لك اصابه، دايما في مقوله بتتقال على لعيب النادي الاهلي اللي بيكونوا جايين جداد، هل فعلا موضوع الحمل التدريبي اللي بيكون في النادي الاهلي، بتكلم بشكل عام مش بتكلم في سبب الاصابه، هل ده بيكون فعلا فارق وعامل كبير في ان انت اللاعب لما بيخش من اي نادي، سواء انبي بتروجيت اي نادي موجود مشارك في دوري ممتاز، ويخش على تمرين النادي الاهلي بيلاقي فعلا فروقات في الحته البدنيه؟ بص انا اتصبت مرتين، اول ما جيت تقريبا انا سافرنا الجزائر، رجعنا 3 ايام ورجعنا لعبنا ماتش المقاصه، فانا لعبت 90 دقيقه، لعبت خرجت في الدقيقه 83. تمام. فانا ما كنتش بتمرن في انبي قبلها، قعدت 45 يوم بتمرن لوحدي، فالطبيعي ان انا اما العب ماتش تمام هبقى تعبان مرهق. نزلت التمرين تعبان مش قادر، عضل جسمي بيوجعني. فحتى محمد هاني قال لي ما اتمرنش، قلت له لا انا عايز اتمرن بقى لي فتره ما بتمرنش وبتاع. نزلت سبحان الله لسه في استحواذ، في الاستحواذ بفتح رجلي كده جالي الضمه، قعدت 10 ايام بعدت شويه ورجعت على ماتش حرس الحدود اللي جبت فيه الجون. تمام. جيت لعبت ماتش باين في افريقيا بعدها وقعدت بعدها فترة طويلة ما بلعبش. رجعت ماتش بتروجيت اتصبت، جالي يعني مزق. يعني يعني لعبت أول ماتش المقاصة، حصل لك إصابة في التمرين تاني يوم، تاني يوم بعد التمرين كده لعبت بتروجيت حصل لك إصابة، لعبت الحرس، بعد كده بتروجيت رجعت في واتصبت، الجون كانت إصابة عضلية برضو يا حمد. جالي بعدين لعبت بعدها بفترة بقى لعبت ماتش بتروجيت جالي مزق خلفية، قعدت شهر و10 ايام تقريبا ورجعت على ماتش المقاصه على طول اللي جبت فيه الجون. اللي جبت فيه الجون بدماغك. على فكره ده اول تمرين لحمدي فتحي مع النادي الاهلي، يعني احنا كنا حريصين جدا ان احنا ايه نجيب لك كواليسك من اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي، واضح ان انت يعني ايه يعني نور كنت ايه مطول دقنك نور ومكتئب كده لحد ما خلصت، اول ما خلصت على طول ما كنتش نايم كويس، انا حكيت لي ما كنتش نايم كويس قبلها بيوم، بس مظبوط. الحمد لله ربنا كرمك وجيت يعني نورت الحمد النادي لله الاهلي. لكن حمدي عايز اكمل معاك و